مستمرين مع حضراتكم، وهذه الجولة داخل مستشفى العجوزة، وكان لازم نبدأ جولتنا بهذا اللقاء مع مدير المستشفى الدكتور طارق السيد. برحب بحضرتك يا دكتور طارق. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتونا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. يعني بداية نبذة تاريخية عن المستشفى. مستشفى العجوزة يمكن باين من اسمها مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة، وده الاسم التاريخي ليها. المستشفى دي شهدت على مر الزمن مراحل كتيرة، منها منذ إنشائها في سنة 1936 وبدء تشغيلها، وكانت الأرض بتاعتها تبرع من إحدى سيدات الخير في مصر وما أكثرهم، وكانت مثال حي لتكاتف قوى المجتمع مع الدولة في تقديم أحسن مستوى من الصحة لأهالينا ومواطنين البلد. أسسوا المستشفى وبنوها وابتدوا تشغيلها، واتعملت حاجة اسمها الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة اللي أشرفت على بداية تشغيل المستشفى والصرف على تشغيلها. بعد كده شهدت مراحل كتير بقى من التطور بعد التاريخ دوت على مدار الزمن، لأن احنا بقى لنا قربنا على ما يقرب من القرن من الزمان. خلال هذا القرن طبعا بيحصل عمليات تطوير مستمرة للمستشفى، ويمكن احنا قدام مثل حي دلوقتي، احنا في جزء من المبنى المطور اللي احنا بنقدم فيه الخدمات. واخر تطوير دوت تم افتتاحه في عهد الرئيس السيسي سنة 2014. والمبنى القديم او اللي لسه داخل عملية تطوير ان شاء الله، ده ظاهر معانا في الصورة، المبنى القديم ده وداخل ان شاء الله مرحلة التطوير اللي جاية بإذن الله تعالى. فباستمرار على مر العصور المستشفى بتشهد مراحل تطوير مختلفة. المستشفى طبعا بتقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، أمراض البطن وأمراض الجراحة، كل الجراحات العامة والتخصصية. أمثال الجراحات التخصصية عندنا جراحات أوعية دموية، جراحات قلب وصدر، جراحات مخ وأعصاب، جراحات وجه وفكين، عندنا جراحات عالية التخصص وجراحات المناظير. مثلا في العظام عندنا جراحات العمود الفقري وجراحات مناظير العظام والمفاصل. يعني أدق التخصصات وأعلاها بتقدم بفضل ربنا سبحانه وتعالى بنخبة ومجموعة كبيرة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات اللي بيقدموا فعلا خدمات بروح طيبة وبإخلاص أنا ما شفتوش في أماكن كتير. يعني الحمد لله ربنا رزقني خبرة طويلة قوي في مجال إدارة المستشفيات، ولكن في المستشفى دي أنا شفت، أنا جيت المستشفى في فترة كانت فترة صعبة أيام الكورونا، يعني الحمد لله عدناها على خير وحققنا فيها بفضل ربنا إنجاز برضو، والدولة كان ليها دور كبير جدا في مواجهة هذه الجائحة. من بعد كورونا احنا بقالنا تقريبا حوالي 4 شهور بادئين شغل. حضرتك لو قلت حاجة ان هو اعجاز وانجاز كبير انك تشغل كامل خدمات مستشفى بعد ما تكون قافل المستشفى لمدة حوالي سنة وشهرين او سنة وثلاث شهور بالضبط، تمام؟ لا، الدنيا بتلاقي صعوبات كبيرة جدا، بتلاقي تحديات كبيرة ما قدرناش نعديها الا بفضل ربنا وبفضل تكاتف الفريق الطبي والفريق الاداري في المستشفى، اللي قدرنا ان احنا نوفر مستلزماتنا، نصين اجهزتنا، نحطها على احسن درجه تقدر تشتغل بيها وتطلع النتيجه اللي احنا هنشوفها في الجوله بتاعتنا النهارده في خدمه اهالينا، ونديهم احسن خدمه ممكن تتعمل. المرحله دكتور ما بين كورونا وما بعدها، ازاي الناس كانت بتتعامل مع المستشفى؟ البعض كان بيتخوف شويه من ولا زال لغايه النهارده في ناس بتخاف، لانهم لسه مش فاهمين قوي طبيعه ان المرض انتهى الحمد لله او شبه انتهى، والحالات اللي بتبقى موجوده حالات بسيطه جدا وبتبقى عدوى بسيطه وبتعدي على خير بفضل ربنا. والحمد لله اصلا التعامل مع الحالات دي اختلف. ما بقيناش زي الاول في رعب ولازم تلبس وتعمل مش عارف ايه، وقيات شخصيه بسيطه نعتمد عليها، والعيان بيتعزل في مكان محدد وخلص الموضوع على كده. كل الخدمات شغاله الحمد لله ومفيش عندي مشاكل. اتكلمت كتير يا دكتور عن الطاقم الطبي، لكن الاجهزه والامكانات، يعني نقدر نقول ان مستشفى العجوزه كان ليها حظ وافر من الامداد بالاجهزه الحديثه على مر الزمن، لانها بتحدث باستمرار. يمكن النهارده نشوف في جولتنا واحنا ماشيين برضو هنعدي ممكن على اسم الاشعه، وري حضرتك احدث جهاز اشعه متورد ليا، تمام؟ جهاز اشعه مقطعيه متعدد المقاطع اللي هو بيعمل فحوصات شرايين القلب وشرايين الجسم بصفه عامه وحركه المفاصل، يعني جهاز متطور جدا والخدمات بتاعته عاليه جدا. حضرتك يمكن هتشوفه كمان جهاز قسطره متطور بيعمل كل انواع الفحوصات اللي هي بتستخدم فيها قسطره القلب والاوعيه الدمويه.
او جراحات الاوعيه الدمويه اللي بتتم عن طريق القسطره تمام، او المخ والاعصاب التعامل على شرايين المخ من خلال القسطره. فكل ده ممكن برضو يتعمل بيها. اضف الى هذا بقى ان في غرف العمليات نفسها هتلاقي اجهزه كتيره متطوره من المناظير للاجهزه اللي بتستخدم في جراحات القلب بالمنظار برضو. وفي جراحات عامه النهارده مثلا ممكن تشوفوا جراحه مراره بالمنظار شغاله او حاجات زي كده. برضو في عندنا مناظير عظام متورده يمكن بقى لها كام شهر ما شاء الله، وحاجات حديثه ومتطوره جدا. كل ده طبعا بيجي بدعم الدوله وبدعم القياده السياسيه ووزير الصحه، لان احنا يعني من غير القيادات منظومه متكامله. هي الدنيا كلها متكامله. وبعدين يعني ربنا رزقنا فعلا قياده سياسيه واعيه ان صحه المواطن هو استثمار قوي جدا نقدر نشتغل بيه كويس ونحقق بيه انجاز. مشروع التنميه المستدامه لمصر 2030 بناء الانسان الصحه والتعليم مشروع قومي يعني. حضرتك على حق طبعا. فكرة قوائم إنهاء قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية الكتير، كان أولها بدأ مع مكافحة فيروس سي. تمام. مرورا باب المراحل، إزاي ساعدت هذه المبادرات في الحد من مشكلات هي المرض؟ مرينا طبعا بأكتر من مرحلة، كانت تقريبا 15 بداية مبادرة. فيروس سي في الأول اشتغلنا، وصحة المرأة وقوائم الانتظار برضو في أولها وكده. المهم ان احنا طبعا اشتغلنا شويه لغايه 2019 20 لغايه لما جت الكورونا. طبعا المستشفى اتقفلت عزل، فطبعا الشغل ده قل خالص. ابتدينا بقى نشتغل تاني من بعد الكورونا، فكان معظم الشغل بتاعنا على قوائم الانتظار وصحه المراه. قوائم الانتظار الحمد لله محققين فيها انجاز كويس الفتره دي. يمكن حضرتك كنت بتمر النهارده هتشوف حالات كتيره من اللي خرجت من العمليات او اللي جوه العمليات، ومعظمها داخله تبع قوائم الانتظار. وده انجاز كبير طبعا للدوله، ان انا دلوقتي يمكن حالات القسطره لو حضرتك اتكلمت مع حد من الناس اللي شغالين في الفريق يقول لك ان ما بقاش عندي حالات انتظار يعني مده قويه. ما شاء الله. برضو حالات جراحه القلب انا عندي العيان ممكن يدخل في ظرف اسبوعين ثلاثه يكون او شهر بالكثير يكون عمل عمليته، يعني ممكن اللي هو الفتره اللي هو بيستهلكها على بال ما يخلص الفحوصات الطبيه اللي محتاجها عشان يدخل العمليه. يعني مش هياخد وقت طويل خالص، وده اللي بيحصل في احسن المراكز في الدنيا مش بس عندنا. يعني نقدر يا دكتور نقول انه مستشفى العجوزه تقدم خدمه جيده وخدمه ممتازه للمواطنين. فعلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا هستاذنك هنروح معاك جوله داخل اقسام المستشفى علشان نشوف ونتأكد من هذا الكلام بعينينا، وإن شاء الله مكملين معك النهاردة. نتشرف بحضرتك وإن شاء الله تلاقوا مظهر يجعلنا عند حسن ظن مواطنينا وعند حسن ظن ربنا بينا. نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور جزيلا طارق السيد مدير مستشفى العجوزة. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع دكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة.